استعراض مباريات اليوم واليوم استكمال باقي جولات مباريات دوري ابطال اوروبا النهارده كالعاده 8 مباريات، ولكن مباراتين الساعه 8 الا ربع، ميلان يستضيف بورتو وريال مدريد يستضيف شختار دونيتسك، بالتاكيد مباراه مهمه جدا لريال مدريد. طيب نروح لمباراه الساعه 10 مساء ومباريات السهره، مانشستر سيتي يستضيف كلوب بروج، لايبزيج يستضيف باريس سان جيرمان، سبورتنج لشبونه يستضيف بشكتاش، بروسيا دورتموند يستضيف اياكس امستردام، ليفربول يستضيف اتلتيكو مدريد، وشريف تيرسبول يستضيف انتر ميلان. مباريات مهمه جدا في دوري ابطال اوروبا.